مساكم الله بالخير بحلقة من حلقات برنامج اسأل القانون، واللي نطل عليكم فيه من يوم الأحد إلى يوم الخميس، ونهدف فيه لنشر الوعي القانوني الثقافي، ونستقبل أكيد جميع أسئلتكم القانونية على برنامج اسأل القانون في مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاغ اسأل القانون. وأول الأسئلة معانا لحلقة اليوم يقول: أستاذة، أنا غير كويتي ودشيت مشروع مع كويتي، وأنا اللي دفعت رأس المال كامل، والشريك الكويتي كان فقط شريك على الورق، وأنا اللي دفعت كل شيء، والحين رفع علي قضية. القانون شنو نص عليه؟ القانون نص على أنه لا يحق لغير الكويتي ممارسة التجارة إلا بوجود شريك كويتي. إنزين، في حالتك أنت دشيت مع شريك كويتي، شنو نص عليه القانون؟ القانون نص على أن نسبة الكويتي هذا 51%، أما الشخص الغير كويتي اللي ناوي يدش في مشروع فيما يخص التجارة، نسبتك فقط 49%. إنزين، شلون تضمن حقك؟ لابد من وجود عقد بينك وبين هذا الشخص، لأنه صار خلاف نفس ما حصل معاك، وراح هذا الشريك الكويتي للمحكمة وطالب بحقه، وانت ما عندك ما يفيد وجود عقد بينك وبينه، فبالتالي هني راح يثبت القانون ان نسبة الكويتي هذا 51% بقوة القانون، ونسبتك انت فقط 49%. خل دايما عندك ما يفيد انك انت اللي سددت راس المال، إنه هو ما دفع في الشراكة هذه، فبالتالي العقد هو الشيء الوحيد اللي يحميك في هذا الوضع، لأن القانون واضح وصريح فيما يخص إنه لا يجوز لغير الكويتي إنه يمارس التجارة في الكويت منفرداً. السؤال التالي يقول: أنا زوجي قال لي إذا طلعتي من الباب للدوام أنت طالق، وفعلاً طلعت وما رديت عليه، فهل بكذي يكون وقع الطلاق؟ هل أساساً القانون الكويتي خذ في الطلاق المعلق؟ إن رحتي للسوق أنت طالق، إن رحتي لهلج أنت طالق، إن طلعتي من باب البيت أنت طالق، فهل القانون الكويتي خذ بهذا الطلاق المعلق على شرط معين وانت خالفتي هذا؟ لا طبعاً، القانون الكويتي ما خذ بالطلاق المعلق على شرط، وبالتالي إن شاء الله إنه ما وقع الطلاق. ولكن أيضاً دائماً إحنا نقول يا جماعة، أي أسئلة حساسة فيما يخص هذا الموضوع لابد من الاستشارة دائماً، لأن لكل واقعة معينة تبعات قانونية. سؤال يقول: أستاذة، حطيت شرط بعقد الزواج باستكمال تعليمي وقيادتي للسيارة، وبعد الزواج تفاجأت أن زوجي رافض تماماً أني أسوق سيارة أو حتى أروح الجامعة لاستكمال دراستي، وهالشيء أزعجني جداً، وهل ممكن القاضي يطلقني بسبب عدم التزامه بالشروط؟ إذا كتبت شرط بعقد الزواج لازم تعرف بأن أنت ملزم بهذا الشرط. يعني في ناس تقول لك أبي سكن منفصل، في ناس تقول لك أبي القيادة، في ناس تقول لك وظيفة هذه البنت، لأن أحياناً وظيفتها حساسة. فبالتالي هل إذا لجأت للقاضي راح يطلقها بسبب عدم التزامه؟ طبعاً طبعاً يا جماعة، لأن عقد الزواج مثل أي عقد ثاني إحنا نبرمه في حياتنا، فبالتالي عدم الالتزام بشروط هذا العقد يؤدي لفسخ هذا العقد أصلاً، وبالتالي لابد من جميع الأزواج إنكم تكون الشروط اللي موجودة بعقد الزواج أنتم على علم فيها وموافقتكم، عشان لا تقول بالتالي هي اللي راحت ورفعت قضية، لأن كان من البداية هذه كانت شروط البنت. أستاذة، سمعت عن صندوق تأمين الأسرة، شلون أقدر أقدم عليه وأخذ المبلغ المحكوم لي بالنفقات؟ صندوق تأمين الأسرة أساساً شنو فكرته؟ فكرته أن في كثير من قضايا النفقات يتعمد الزوج، وأحياناً ما يتعمد، أحياناً يكون لظروف خاصة، يترك عمله، عاطل عن العمل، فبالتالي شلون تقدر هذه الطليقة أو الأم أو الحاضنة تستحصل على مبلغ النفقات؟ من لطف القانون ورحمة القانون الكويتي إنه وضع لنا صندوق تأمين الأسرة. تاخذين لازم أول شيء يكون أحد الأطراف كويتيين، لابد من إنه يكون أحد الخصوم كويتيين، فبالتالي إحنا لما نلجأ لصندوق تأمين الأسرة نقدم لهم الأحكام، أحكام معلنة، أحكام نهائية، أحكام نافذة، ناخذ منها صور، لازم يكون في شهادة من التأمينات الاجتماعية، هل هذا أساساً الشخص موظف أو غير موظف نفس ما تدعي، مبلغ متجمد النفقات من إدارة التنفيذ، كتاب صادر من إدارة التنفيذ بعدم إمكانية تنفيذ مبلغ النفقات هذا، بالتالي تلجئين لصندوق تأمين الأسرة.
صندوق تأمين الأسرة يدفع لك المبلغ اللي تستحقينه من النفقات ويرجع بالمطالبة على هذا الزوج. بالتالي تنزل جميع الإجراءات من صندوق تأمين الأسرة أو من الحكومة نقدر نقول على هذا الزوج بدل ما أنت تتخذين هذه الإجراءات كلها. مكملين معاكم مع أسئلتكم ولكن بعد الفاصل. في برنامج اسأل القانون اللي تقدرون تتواصلون فيه معنا على منصات التواصل الاجتماعي على هاشتاج اسأل القانون، واللي راح نستضيف فيه كثير من أهل التخصص اللي راح يكون لهم علاقة بالقانون والأسئلة القانونية. تابعونا من الأحد للخميس على تلفزيون الكويت في برنامج اسأل القانون. وردينا من بعد الفاصل مع أسئلتكم، وفيما يخص أسئلتكم القانونية ناخذ أول سؤال. أستاذة أنا بنت وشرطي بالزواج إن تكون العصمة بإيدي عشان ما أضطر أدش المحاكم ولا قضايا، فليش ما يكون هذا شرط للبنات وقت الزواج بدال لا تتبهذل بالمحاكم؟ يعني هل أنت تتخيلين إن أنت بتقولين للزوج أنت طالق 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 وبيزعل وبياخذ جنطته ويروح بيتهم؟ لا طبعا، ما في شيء اسمه انا اطلق نفسي والعصمه بايدي، وتاثير المسلسلات والافلام هذا ما له اي اثر قانوني بالكويت. شنو اللي يصير يا جماعه؟ انا قلت له بحط العصمه بايدي ووافق، زين هل انا اقدر اقول له انت طالق وخلاص انتهى الموضوع؟ لا طبعا، العصمه بيد الزوجه فقط بالقانون الكويتي لتسريع الاجراءات امام القضاء فقط. يعني هم راح تلجئين للمحكمه وترفعين دعوة تطليق وتثبتين للقاضي بموافقته على أن العصمة كانت بإيدك لتسريع الإجراءات فقط، ولكن ما في شيء اسمه العصمة بإيدي وفق القانون الكويتي نفس ما نشوف بالمسلسلات والأفلام. السؤال التالي يقول: أنا أب وعندي 4 بنات وما عندي أولاد ذكور، فهل بعد عمر طويل لي ممكن أحد يدش بالميراث مع بناتي؟ طبعاً الأقارب حسب الأقارب الموجودين من الذكور أكيد راح يدشون بالميراث، لأن بالنهاية البنات أو الذرية من البنات ما يحجبون الذكور من الأقارب، فبالتالي إي نعم الأقارب الموجودين وفق القانون راح يدشون معاهم بالميراث. سؤال يقول: أستاذة أنا أتابع كثير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كثير من الحسابات اللي يقوم فيها الأشخاص بأفعال مستفزة وخاصة البنات، وخلال ذلك نلاقيها تهدد أن من يقوم بتداول المقطع راح يعرض نفسه للمساءلة القانونية. تصدقون أن فعلياً أنا شخصياً تمر علي كثير من الفيديوهات المستفزة من كثير من الأشخاص، وبعد الأفعال اللي يمارسونها شنو يقولون؟ اللي راح يكابتشر أو يصور الفيديو هذا أو خلينا نقول اللايف هذا، أنا راح يعرض نفسه للمساءلة القانونية وراح أشتكي عليكم، وهذا الحساب برعاية الممثل القانوني أو المحامي الفلاني. يا جماعة، فتحت حسابك، نشرت أي فيديو، نشرت أي صورة، بالتالي تداولها لا يعرض أي شخص للمساءلة القانونية. الحسابات الخاصة هي من تعرض الأشخاص للمساءلة القانونية، أما أي شخص يقوم بأفعال مستفزة ويفتح حساب ويستفز الناس أو يقوم بأي تصرف وبالتالي يقول حق الناس إذا تداولتوا هذا المقطع أنا راح أسائلكم قانونيا، لا طبعا مال هذا الشيء أي يعني لا له أي وصف قانوني ولا له أي أثر قانوني، فبالتالي أنتوا المسؤولين عما يبث في الأمور اللي أنتوا قاعد تنشرونها أو بالأفعال اللي تصدر منكم. أستاذة أنا عندي عقد وفي شرط جزائي، للأسف اضطرينا نلجأ للمحكمة لفسخ العقد، فشلون على الشرط الجزائي المذكور؟ طالما أنتوا لجأتوا للمحكمة لفسخ العقد فبالتالي الشرط الجزائي هذا يسقط وما عاد يصير لأي أثر قانوني، فعدم التزام أحد الأشخاص كان لابد أن تفعلون هذا الشرط الجزائي. إنزين المحكمة فسخت هذا العقد، هل هذا الشرط يبقى يعني أخذ الشرط الجزائي وأيضا المحكمة تفسخ؟ لا طبعا، بمجرد فسخ العقد الشرط الجزائي هذا يسقط، وبالتالي من الشخص المسؤول عن فسخ هذا العقد هو اللي تحمل تبعاته بالتعويض.
سؤال أيضا، أنا أشتغل مقاول بالباطن ومعاي عمالي، والمقاول الأصلي واللي متعاقد مع صاحب العمل ما يرد علي رغم كثرة اتصالاتي عليه، فشلون أقدر أطالب بحقي؟ تقدر مباشرة تتواصل مع صاحب العمل وتطالب بمستحقاتك. إذا كنت أنت مقاول بالباطن والمقاول الأصلي اللي تعاقد مع صاحب العمل ما يرد عليك، تقدر تطالب بمستحقاتك كاملة من صاحب العمل، وهذا شيء يكفله القانون طالما بينك وبين المقاول الأصلي عقد. سؤال أيضا يقول، أنا عندي بنيان واتفقت مع أحد المقاولين على تنفيذ السقمة، لكن وقت التنفيذ لاحظت أن طريقة التنفيذ للمقاول غلط، ونطرت لما انتهى من عمله واللي تبين وتأكد لي أنه غلط، فشنو الحل؟ المفروض أنك خلال فترة عمل هذا المقاول للسقمة اللي ما عجبتك، المفروض تنذره مباشرة. سكوتك عن هذا الإجراء كامل ما هو في صالحك، فبالتالي أنا إذا شفت المقاول قاعد يشتغل غلط لابد من أني أنذره. إنزين، إذا أنا أصلاً ما كنت عارفة إذا هذا الإجراء صح ولا غلط، ولكن اكتشفت بالنهاية أن إجراء المقاول هذا أصلاً كله غلط، مثلاً بنالي دور غلط بغض النظر عن موضوع السقمة، بنالي هذا الدور غلط، الأساس ما حطه صح، في أي أثر قانوني؟ هني أنا أقدر كمتضرر أني أوكل هذا العمل وتصحيح هذا العمل لمقاول آخر. إنزين، هم على نفقاتي؟ هم راح أخسر؟ لا طبعاً، راح يكون على نفقة المقاول الأول اللي تسبب بالضرر. كانت هذه أسئلتنا وحلقتنا لليوم، نتمنى نلتقيكم في حلقات قادمة من برنامج اسأل القانون.